إسرائيل أشارت بشكل واضح بأنها ستوجه ضربة للعراق، وذلك بعد عدد من الهجمات المكثفة التي نفذتها الفصائل العراقية على العمق الإسرائيلي مؤخرا. ويوم أمس الفصائل العراقية أصدرت بيانا أكدت من خلاله بأنها هاجمت إيلات بالطائرات المسيرة، ونشروا مقطعا مصورا لهذه الطائرات المسيرة. وواضح تماما من هذا المقطع بأننا أمام طائرات شاهد 136 المفخخة الإيرانية الصنع تطلقها هذه الفصائل باتجاه إيلات. مسار هذه الطائرات كان ببساطة بهذا الشكل، من العراق إلى إيلات، وانطلقت صافرات الإنذار طبعا في إيلات، وظهرت ساعر 5 الفرقاط الإسرائيلية وهي تتصدى لإحدى هذه الطائرات المسيرة، لكن الطائرة المسيرة الثانية تمكنت من ضرب هدفها بهذا الشكل كما تلاحظون. عدد من اللقطات جاءت من عدد من الزوايا لهذه الضربة، وتلاحظ أن هنالك ضررا كبيرا في النقطة التي استهدفتها هذه الطائرة المسيرة. طبعا هذا الاستهداف أدى إلى إصابة شخصين بإصابات طفيفة كما تحدثت الأوساط الإسرائيلية، وكانت هذه هي اللقطة التي وضحت بالضبط الموقع الذي كان قد استهدفته الفصائل العراقية. نلاحظ هنا على سبيل المثال بالاقتراب من هذه الجزئية، تلاحظ بأننا أمام مبنيين، واضح جدا بأنها فنادق موجودة في إيلات، هي مميزة للغاية، ستساعدنا في معرفة هذا الموقع. وكذلك بالعودة لهذا الموقع فأننا أمام ساحة مفتوحة، وكذلك نلاحظ بأننا أمام مبنيين 3 4 5، وهذه هي منطقة مرتفعة كما نلاحظ مع الفنادق التي تحدثنا عنها، وبالتالي بهذا الاتجاه بهذه الزاوية هي النقطة التي كانت قد استهدفت في داخل إيلات. وكذلك أيضا لا بد من الانتباه بأن واحدة من اللقطات المصورة لهذا الموقع أظهرت بأن هنالك منشآت نفطية، هذه صورة أوضح من نفس هذا المقطع المصور، تلاحظ وتظهر بأن هنالك منشآت نفطية قريبة من هذا الموقع. على هذا الأساس هذه هي إيلات بالقمر الصناعي، ولنلاحظ ولنركز على طبيعة هذا الموقع، تلاحظ بأن هذا هو الموقع متطابق مع ما رأيناه. وإذا ما ذهبنا إلى المبنيين الفندقية، طبعا المبنيين الفندقيين كما نلاحظ تلاحظ بأن هذه هي هذا هو المبنى الأول وهذا هو المبنى الثاني متطابقا مع ما رأيناه، وبالانسحاب قليلا بالقمر الصناعي سنلاحظ أن كل العلامات متطابقة مع ما كان ظاهرا في هذه الصورة، بالضبط الصورة قادمة بهذا الشكل التي رأيناها، نفس المساحة وحتى نفس المباني التي كانت ظاهرة أمامنا، الخمس مباني مع هذه المنطقة المرتفعة. بالتالي بشكل عام واضح أن النقطة التي استهدفت كانت بهذا الاتجاه، وهي تحديدا هذا المبنى الذي سنقترب منه الآن بالقمر الصناعي. الآن هو المبنى بالضبط الذي قامت هذه الفصائل العراقية باستهدافه، وستلاحظ أيضا بأن المنشآت النفطية أيضا ظاهرة بالقرب من هذا المبنى. وبالتالي هنا باختصار الذي جرى من طبيعة هذا الاستهداف هو كان أكبر مما تم تصويره في حقيقة الأمر وما نشر. هذه الطائرات المسيرة هي كانت قادمة باتجاه هذه المنطقة، وساعر 5 كانت حاضرة لعملية التصدي، تصدت لواحدة من هذه الطائرات، لكن الطائرة الثانية حاولت من عملية تحقيق هذا الاستهداف واستهدفت هذه النقطة التي أكدت بعض الأوساط الغربية وحتى الإسرائيلية بأنها منشأة لجمع النفايات لا أكثر ولا أقل، لكن هذه المنشأة لا تبعد إلا 230 مترا عن المنشآت النفطية الخاصة بإيلات بأكملها، وخاصة أن طائرات شاهد 136 المفخخة سبق وأن رأينا مع الحرب الروسية الأوكرانية عندما تسلمت روسيا هذه الطائرات استخدمتها كثيرا ضد المنشآت النفطية الأوكرانية، أي أنها متخصصة في ضرب أهدافها بدقة عالية للغاية. وأيضا أن حزب الله اللبناني ركز أيضا في استهدافاته على المنشآت النفطية مؤخرا في 72 ساعة الماضية، بل حتى أقل في اليومين الماضيين كان حزب الله ركز على هذه المسألة في حيفا، انطلقت صافرات الإنذار بأكملها في حيفا مع تصاعد الوضع بين حزب الله اللبناني وكذلك بين إسرائيل، وتلاحظ من صورة القمر الصناعي هذا هو ميناء حيفا، لكن نحن أمام منشآت نفطية كبيرة موجودة في هذه المنطقة كما نلاحظ، بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة
كبيرة أيضا لميناء حيفا كما نلاحظ، وهذا يوضح أن هنالك تركيز كبير على المنشآت النفطية من كافة المحور، محور المقاومة تحديدا، من أجل ضرب هذه المنشآت ومنشآت الطاقة الخاصة بإسرائيل. والفصائل العراقية أثبتت بأنها قادرة على أن تكون خطيرة بمثل هذه الاستهدافات. على سبيل المثال قبل 6 أشهر كان هنالك استهدافا بالطائرات المسيرة باتجاه هذه القاعدة البحرية العسكرية الخاصة بإسرائيل، قاعدة ساعر ومدمرات وفرقاطات ساعر كما تلاحظون. ضربت هذه الطائرات المسيرة وطائرة مسيرة قادمة من العراق هذا المبنى تحديدا، تلاحظ هذا العلم الإسرائيلي على هذا المبنى، وهذا هو بالضبط المبنى الذي نراه، والفصائل العراقية ضربته بهذه الطريقة مع وجود ساعر كما تلاحظون، ساعر 5 وساعر 6 كلها دائما موجودة هنا. وهذه هي كانت اللقطة الأولى لعملية الاستهداف، تلاحظ هذا هو المبنى، هذه لحظة الاستهداف، وهذه هي ساعر كما نلاحظ التي كانت على ما يبدو هدفا بالنسبة للفصائل العراقية، لكن يبدو بأن منظومات التشويش أو بعض المنظومات الدفاعية التي تحاول من صد أو تغيير مسار أو التشويش على الطائرة المسيرة هي التي لعبت دورا في إنقاذ المنشآت النفطية يوم أمس وفي إنقاذ حتى ساعر التي نتحدث عنها قبل 6 أشهر. والفصائل العراقية والمثير قبل يومين فقط كان هنالك استهدافا باتجاه قاعدة تأتي إلى الشمال من إيلات ألا وهي إينيا هاف العسكرية، هذه القاعدة تحديدا كانت هنالك لقطة مصورة نشرت من قبل الأوساط الإسرائيلية لهذه النقطة تحديدا من القاعدة العسكرية، أوضحت فيها بأن هنالك طائرة مسيرة قادمة من العراق ضربت هذه النقطة تحديدا، هذا هو وهذه هي اللقطات المصورة لطبيعة هذا الاستهداف، تلاحظ نفس المنطقة قد ضربت بهذه الطائرة المسيرة، بالتالي الفصائل العراقية ترك بشكل كبير بهجماتها هذه المرة وتكثف من عملياتها بشكل غير طبيعي، وهي تريد القول هنا بأنها قادرة على تعدي الحدود، على تعدي المنظومات الدفاعية والرادارية وضرب القواعد الموجودة العسكرية في داخل إسرائيل رغم بعد المسافة، وكذلك أيضا لضرب القواعد الموجودة حتى في مرتفعات الجولان. وسبق وأن رأينا عدد من الأمثلة للفصائل العراقية مؤخرا وهي تهاجم بصواريخ الكروز الخاصة بها الطائرات المسيرة هذه المنطقة، لكن الأخطر هو ما ذكر في البداية، هي المنشآت النفطية التي يحاول حزب الله اللبناني بضربها في حيفا، والتي حاولت الفصائل العراقية كما هو واضح باستهدافها في إيلات. كذلك أن جماعة الحوثي قادرة أيضا على ضرب هذه المنشآت، وبالتالي هذا يوضح أن هذه الفصائل وحزب الله اللبناني يحاولون ضرب المنشآت لوضع إسرائيل في موقف حرج للغاية مع كل الظروف الاقتصادية الصعبة، بأن الكهرباء، الطاقة، أزمة ستكون هنالك كبيرة أيضا لدى الجمهور والمدنيين الإسرائيليين، حتى أنها ستؤثر عليهم على المستوى العسكري من دون وقود ومن دون طاقة، هي يعني مشكلة. ومثل هذه الضربات إن تحققت فإنها ستحرج إسرائيل كثيرا قبل أن تبدأ أساسا بأي عملية برية، مع كل التصريحات التي نراها من قبل الجانب الإسرائيلي سيكون الموقف صعب للغاية إذا ما تحققت مثل هذه الأهداف أو ازدادت الاستهدافات مع احتمالية بدء إسرائيل لهذه العملية. وبالتالي هذا الأمر جعل إسرائيل أن تصرح بشكل واضح وأن توضح بأنها مضطرة للتعامل مع الفصائل العراقية، وأنها يجب أن توجه عدد من الضربات على ما يبدو لهذه الفصائل من خلال ما سنراه من تصريح بعد قليل، وذلك لوضع الفصائل في موقف صعب، تضرب ومن ثم تأتي الفصائل لتهاجم إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها هذه الفصائل في نهاية المطاف هي ستكون في موقف صعب أيضا من الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية ستتعرض إلى ضغط في نهاية المطاف وتحاول مناقشة هذه المسألة وتعي إسرائيل هذه القضية تماما. وبالتالي على هذا الأساس وبعد الاستهداف ليوم أمس وكل الاستهدافات التي تحدثنا عنها، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال الآتي: نجمع المعلومات ونراقب عن كثب التهديدات التي تأتينا من العراق وسوف نفعل ما يلزم. واليوم أساسا الوكالات ووكالات الإعلام الإسرائيلية والأنباء الإسرائيلية ركزت رغم كل الظروف الموجودة في لبنان والتصعيد الكبير القادم باتجاه
حزب الله اللبناني وإيران، إلا أنهم ركزوا على الهجوم العراقي وبأنهم يجب أن يردوا على هذه القضية. بالتالي هنالك ترقب خطير لعملية قد تنفذها إسرائيل في أي لحظة، وعلى الرغم من ذلك كانت هنالك فرصة مهمة لهدنة كان من الممكن أن تتحقق صباحا أو ظهر هذا اليوم. جاءت الأنباء، جاء بيان واضح من عدد من الدول تقودهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، يطالبون ويحاولون من عقد اتفاقية لإيقاف إطلاق النار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وبين حزب الله اللبناني. وجاءت سكاي نيوز عربية لتوضح بأن الصفقة لا تشمل لبنان وإنما تشمل أيضا غزة، بالتالي إيقاف لإطلاق النار تام. ولكن بعد ذلك ظهر بنيامين نتنياهو ليقول بأن هذا عرضا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وأنا لم أوافق على هذه القضية أبدا. وجاءت هنا الصواريخ من حزب الله اللبناني 25 صاروخا باتجاه عكا، وبدأ حزب الله يزيد من ضرباته. إسرائيل أيضا بدأت ترد بعدد من الضربات، وإسرائيل استهدفت أساسا 8 نقاط حدودية بين لبنان وبين سوريا. هذه النقاط كما تلاحظون استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي من أجل قطع الإمدادات للأسلحة التي تأتي من سوريا لصالح حزب الله اللبناني من هذه المناطق. على سبيل المثال كانت هنالك صورة باتجاه هذه المناطق الخمسة هنا باتجاه حمص كما تلاحظون، هذه الصورة تلاحظ بأنهم ضربوا الطريق بأكمله، وذلك لمنع الناقلات والشاحنات للأسلحة والأفراد من المرور بهذا الطريق، مما يوضح لك أن هنالك تهيئة كبيرة للإطباق على حزب الله اللبناني. وكذلك أن إسرائيل نفذت عملية كبيرة وخطيرة في الضاحية الجنوبية في بيروت، قاموا من خلال هذه الضربة باغتيال قائد قوات الجو أو قائد الطائرات المسيرة الخاص بحزب الله اللبناني من خلال هذه الضربة، في استمرار لعمليات الاغتيالات الخاصة بإسرائيل. وظهر أيضا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ليقول الآتي اليوم: يجب أن نواصل هجومنا ضد حزب الله، لقد انتظرنا هذه الفرصة لسنوات، ينصب التركيز على تحقيق نتائج من خلال القضاء على كبار الشخصيات ووقف نقل الأسلحة وأضعاف قوتهم النارية وضرب حزب الله في جميع أنحاء لبنان. بالتالي نحن أمام فعلا ظروف صعبة للغاية في كل ما يجري. قائد السلاح أو قائد سلاح الجو الإسرائيلي أيضا قال بأننا نستعد لعملية برية ولمناورة برية في جنوب لبنان، وبالتالي نحن قد نكون أمام فعلا ودائما وأبدا ونقولها بأننا أمام أيام عصيبة للغاية قادمة، ليس فقط على لبنان وإنما على المنطقة بأكملها.